يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة إذا ذهبت للمدينة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر النبي وصاحبيه ولا سائر القبور. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. نعم، قبر النبي وغيره سواء. نعم.